السلام عليكم، هذه حلقة جديدة من الملف. نناقش في جزئها الأول واقع البنية التحتية في ليبيا والأسباب التي تقف وراء سوءها في طرابلس وغيرها من المدن من سنة لأخرى، وفي الجزء الثاني نبحث الحلول المتاحة للتخفيف من هذه الأزمة التي تزداد حدتها في مختلف بلديات البلاد مع إطلالة كل موسم أمطار. نتابع هذا التقرير ثم نفتح الملف. في مشهد يتكرر كل سنة مع حلول موسم الأمطار، تشهد العاصمة طرابلس وغيرها من مدن البلاد سيولاً وتوقفاً للحركة المرورية وأضراراً في منازل المواطنين ولدى أرباب المحلات التجارية نتيجة البنية التحتية المتهالكة. فقبل أيام هطلت أمطار غزيرة بالمنطقة الغربية تسببت في تعطيل أجزاء من مدينتي طرابلس والزاوية وإغلاق الطريق الدائرية السريعة وتراكم المياه بالأحياء والشوارع. وتعود أزمة تجمع المياه بالعاصمة إلى قدم وتهالك شبكة الصرف الصحي التي تعود للعهد الإيطالي بطرابلس المركز، فيما تغيب هذه الشبكة عن عين زارة ومشروع الهضبة وغيرها من المناطق التي توجد بضواحي العاصمة. إزاء هذا الوضع، لا يبدو أن بلدية طرابلس وغيرها من مدن المنطقة الغربية تملك مفاتيح حل الأزمة بشكل جذري، لسيما أن مهامها من الناحية القانونية محصورة في الصيانة وبحث معالجة المختنقات في غياب ميزانية من الدولة منذ سنوات. وفي ظل المعاناة السنوية لسكان طرابلس وغيرها من مدن البلاد مع كل موسم أمطار، أصبحت الدولة أمام مسؤولية بحث حل من خلال استكمال مشاريع البنية التحتية المتوقفة وعودة الشركات الأجنبية. نناقش ملف اليوم مع ضيوفنا عبر الهاتف من طرابلس مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بوزارة الإسكان والمرافق سيد محمد بودينا، عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس مدير شؤون البلديات وزارة الحكم المحلي سيد صلاح فطح، عبر سكايب من طرابلس رئيس قسم الصرف الصحي بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي السيد سليم بن سعود، وعبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس عضو المجلس البلدي طرابلس المركز السيد ناصر الكراوي. وأبدأ مع السيد بودينا. سيدي الكريم، لماذا ليبيا تعاني بنية تحتية متهالكة بل وتزداد سوءا يوما بعد يوم؟ سيد بودينا، هل أنت في الاستماع إلي؟ إلى أن يجهز السيد بودينا، تستمع إلي الآن سيدي الكريم؟ سيد بودينا، سأعود إليك إلى أن يجهز الاتصال معك. أنتقل إلى السيد فطح. سيد الكريم، بذات السؤال، لماذا نعاني بنية تحتية متهالكة وستتجه نحو الأسوأ والأسوأ كما نلاحظ؟ يبدو بأن السيد فطح أيضا ليس بجاهز، إذن أنتقل إلى السيد بن سعود. سيد الكريم، هل أنت في الاستماع إليه؟ نعم، أنا في الاستماع إليك. أسألك عن تفاقم هذه الأزمة والبنية التحتية المتهالكة. أول حاجة نشكر منبركم الإعلامي أنكم أنتم اهتميتوا بالمواضيع هذه اللي تخص المواطن وفي معيشته وفي حياته، يعني المختنقات اللي قاعدة تصير والمشاكل اللي قاعدة تصير يعاني منها المواطن. فأني بنشكر المنبر الإعلامي بتاعكم هذا، والتقرير بتاعكم كان يعني تقرير تفصيلي جميل، يعني حتى في محتواها كويس يعني باين. وانت سألتي قلتي احنا البنية التحتية متاعنا متهالكة، هو نفس السؤال بتاعك انت الآن في طرابلس. الأخوة المواطنين لازم يعرفوا ان البنية التحتية لمدينة طرابلس بنية متهالكة وقديمة جدا. ويعني ومجرد ما احنا بدينا ان الدولة الليبية تجيب في الشركات هذه باش تعاود تنهض بالبنية التحتية من جديد، يعني اصطدمت بالوضع الأمني ومشاكل الوضع الأمني وانسحبت بالكامل. إذن احنا في طرابلس لدينا بنية تحتية متهالكة ويعني الكميات نتاع الأمطار اللي تنزل كل سنة
أصبحت خلاص يعني ما أنت عندك بنية تحتية من الأربعينات ومن الستينات، خلاص ما فيش تجديد. طيب لماذا لم يتم صيانة وتطوير هذه البنية التحتية وأنت لصيق بهذه الأزمة؟ طيب البنية التحتية نتكلم عن الصرف الصحي بطبيعة الحال، شبكات صرف صحي ومحطات رفع. لو تكلمنا عن شبكات الصرف الصحي، هذه تحتاج إلى شركات عملاقة متخصصة في مواضيع الصرف الصحي، يعني أقطار كبيرة موجودة تبي تستبدل، يعني مش تو خلينا نكلمه بصراحة، يعني مش موجود شركات تنفذ ولا تصين الشبكات الموجودة. المحطات متاع الصرف الصحي سواء كان محطات ضخ أو محطات رفع، هذه أصلاً الميزة، يعني المحطات هذه تتهالك بسرعة، يعني العمر الافتراضي بتاعها مفروض 5 سنوات 10 سنوات، أنت لازم تجدد، لازم تستخدم مضخات جديدة، يعني هذا صرف صحي. طب الآن من بيوفر الكلام هذا؟ من ما فيش شركة تجي لليبيا تقول لك أنا والله بنجدد، ولا اللي تعرض عليه يقول لك لا. وللعلم راه في عطاءات، يعني معظم البنية التحتية من طرابلس راهو معطية لشركات عالمية. طيب فلنأخذ وجهة نظر السيد فطح حول هذه النقطة وهي تفاقم هذه الأزمة، لماذا برأيك سيدي الكريم البنية التحتية في أزمة مستمرة؟ مساء الخير أختي الكريمة، ونشكركم قناة ليبيا الأحرار على إتاحة هذه الفرصة لإيصال بعض المعلومات حول ما يتعلق بالبنية التحتية في طرابلس أو في ليبيا بشكل عام. نحن نعلم أن البنية التحتية لم تخضع إلى أي صيانات منذ فترة طويلة، وهناك العديد من المشاكل توجد بها، وهذا يؤثر سلبا عند هطول الأمطار. تحدث العديد من المختنقات سواء كانت في الطرق أو في بعض المناطق. طبعا هذه الأشياء تحتاج إلى إعادة نظر وصيانات كبيرة في الشبكات الخاصة بالمياه والصرف الصحي. نعم. طبعا هذه الأشياء زي ما قلنا تحتاج إلى عمل كبير وعمل خطط استراتيجية من الدولة حتى تقوم بصيانة هذه الشبكات. أما الحلول سنعود لمناقشة الحلول سيد فطح، اسمح لي بأن أستوقفك هنا لأخذ نظر وجهة نظر السيد الكراوي. سيد الكريم، هذه الأزمة هل هي فقط صرف صحي أم ماذا؟ يعني البنية التحتية تشمل العديد من القطاعات الأخرى أيضا. سيد ناصر، هل استمعت إلي؟ السؤال إليك. يبدو بأن سيد ناصر لا يستمع إلي. سأعود إلى سيد بن سعود. سيد الكريم، أنتم في الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، عندما تتفاقم الأزمة كما شاهدناها في طرابلس، أين يكون دوركم تحديدا وما المعوقات التي تواجهونها عند العمل؟ طب الشركة أول حاجة لما نتكلم عن شركة المياه العامة للمياه والصرف الصحي، شركة تشغيل وصيانة، ماناش شركة إنشاء بنية تحتية جديدة أو استبدال بنية تحتية استراتيجية. يعني يتكلم فيها الأخ يقول لك تحتاج إلى صيانات استراتيجية، لا، هذه شركات متخصصة وعالمية هي اللي جيتنا في الطبعات. كالشركة العامة للمياه والصرف الصحي، طيب احنا صبت الغيث النافع لمدة 3 ساعات بأمانة. طرابلس كلها يعني كانت الكمية أكبر من استيعاب الشبكة مع طرابلس. احسب الفترة، خلينا نتكلم باللغة العامية الإخوة المواطنين، بعد سقوط غيث النافع كم فترة اللي استمر فيها المختنقات والطرق المقفلة هذه. نعلم الإخوة المواطنين أن الأجهزة متاعنا وكان الوحدات صيانة الشبكات ومراكز الخدمات بالكامل انتشروا في مدينة طرابلس. طيب لتفسير الحالة أكثر، يعني عند انتقالكم لمجابهة هذه الأزمة، هل المشكلة كانت أن منسوب المياه كان أعلى من المتوقع أم أن البنية التحتية لم تساعدكم على العمل؟ أنت أول حاجة عندك مشكلة استيعاب شبكة. الكمية اللي نزلت من الأمطار أكثر من استيعاب الشبكة، اللي بتحسب الفارق الزمني بين الكمية وبين استيعاب الشبكة بتاعك لما تكون الشبكة بتاعك فل.
خلاص انت بتستني لحد ما الشبكه تبدا تاخذ في الدوره بتاعها وتبدا ماشيه لقود يبدا اللي نازل هو اللي ماشي. لكن استضمتي انك 100 كميه الامطار كانت كميه كبيره جدا، عدد من الملترات مهول جدا، الشبكه اصبحت لا تستوعب ما هو موجود. كل طبعا احنا عندنا حاجه اسمها عمليه الكسح وشفط المستنقعات والمستنقعات. طب قديش كم بتنفذ السيارات بتاعنا؟ عمليه فتح المستنقعات. إذا إمكانيات الشركة جدا محدودة. اسمح لي أن أخذ وجهة نظر وزارة الإسكان والمرافق عن طريق السيد بودينا. سيد الكريم، هل تستمع إلي الآن؟ أنا أستمع إليك جيدا، أتمنى أن تكوني أنت من تستمعين إليك. واضح جدا الصوت. نسأل هنا عن دور الوزارة في هكذا أزمات والأزمة الأخيرة التي مرت بالعاصمة طرابلس. اولا شكرا سيد القادر على الاستضافه، وشكرا لقناه جيد الاحرار الحقيقه التي تواكب دائما مشاكل ومقتنعات الوطن. في البدايه اسمحي لي ايضا ان اطرح سؤال يعني اعتقد انه يهم كثيرا المواطن. هل من اولويات الحكومه او الدوله الان ان تحل مقتنعات البنية التحتية ومختنقات المرافق، من هو لا يقع في سن أولوياته؟ نحن نستمع إلى الأخبار حينما يقفل طريق ولو كان فرعيا بسواتر فرعية أو بصناديق حديدية، نستمع إلى هذه الأخبار بكل وضوح والتصريحات من السيد الممثل المتحدة إلى مجلس أحيانا قد يصل حتى إلى جلسة طارئة في مجلس الأمن، بينما الآن تغلق الشوارع تقريبا غالب أغلب شوارع العاصمة بالمياه وتتوقف الحركة نهائيا، وهذا لا يقع من ضمن الأولويات. أعتقد أن المصنفة من الأمن الهام جدا في 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 العاصمة. إذا أعتقد أن وزارة الإسكان والمرافق الآن لا تقع ايضا كوزاره في اولويات الحكومه، لان باختصار شديد سيدتي الفاضله وزاره الاسكان المرافق الدليل على انها هي لهذه اللحظه وانا اتحدث معك. هل افهم منك واستنتج من حديثك بان هذا ما يحدث والبنيه التحتيه هي ليست من اولويات الرئاسي اليوم؟ نعم، بكل 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 اسف، لان المسؤول عن البنيه التحتيه والمرافق هي وزاره المرافق او وزاره البنيه التحتيه، في العالم يسمونها وزاره البنيه التحتيه. في العالم يسمي هذه الوزاره لاهميتها. اليوم في هذه الوزاره الى هذه اللحظه لم تشمل رعايه وعنايه المجلس الرئاسي الموقف هذه الوزاره، حتى انها لم تسمى لها مسؤولا يقود هذا المرفق الكبير والهام جدا. للاسف اعتقد ان المرافق لا يتدخل. طيب وبوجهه نظرك لماذا لا يوجد وزير لهذه الوزاره؟ نعم، لا يوجد يا سيدتي وزير للاسكان والمرافق، ولا يوجد هيئه اسمها الاسكان والمرافق، ولا يوجد جسم في الدوله الليبيه اليوم باسم المرافق او البنيه التحتيه. اذا كان الدوله لا يوجد بها يعني توجد الكثير جدا من الهيئات المهتمه بالتاريخ وبالكتب وبالرفاهيه وبالنوادي الرياضيه وبأعتقد في مجالات الحياه في ليبيا والسياحه وبكل مناحي الحياه، لكن لا يوجد الى هذه اللحظه جسم يختص بمتابعه المرافق او البنيه التحتيه. يعني هل افهم منك سيدي الكريم بان هذه الوزاره هي هكذا تعمل ولا تؤدي اي مهام ولم يلتفت لها الرئاسي اصلا ولم يعطها اي مهمات من اي نوع؟ سيدتي لديك قائمه الوزارات في ليبيا، هل سمعت بوزير، هل سمعت بيوم باسم وزير اسكان المرافق؟ لا باس، لا توجد وزاره، ان نسميها هيئه، ان نسميها اي كائن، اي جسم، هل سمعت ب هيئة اسكان، هيئة مرافق؟ لا توجد لا وزارة ولا هيئة تخص الاسكان المرافق. كما ذكر السيد المتحدث ان هنالك من يشغل البنية التحتية المتهالكة المهتلة
للاسف ويعانون كما ذكر السيد الفاضل المحترم من 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 التهالك لهذه البنيه التحتيه والتي لا اعتقد انها تصلح. طيب ابقى معي سيد الكريم لاشرك سيد الكراوي في هذا الحديث وهو حديث يعني جدا هام. سيد الكراوي، السيد بودانا يقول بانه لا توجد واقعيا وعلى الارض لا يوجد وزاره اسكان ومرافق اصلا، وهي المعنيه بحلقه اليوم وهي البنيه التحتيه. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ما يحكيه السيد بودانا هذا موجود في ليبيا اصلا. بالنسبه للبنيه التحتيه من قبل 19 فبراير معطيه ضمن عقود لجهاز اسكان المرافق. العقود هذه كلها متعطله نتيجه الظروف الامنيه ونتيجه الظروف، يعني هي بالنسبه في طرابلس تقريبا ما لا يقل عن 4 مليار دينار. هذه متابعه الجزء منها كان بالنسبه كتشغيل تقوم به شركة المياه والصرف الصحي. بالنسبة جزء من هذا النشاط مفروض أن تقوم به البلديات، يفترض أن يكون في قسم أو إدارة المرافق تكون تتبع البلديات. وزارة الإسكان كإسكان تقوم به جهة، وتكون في وزارة أشغال تكون في جهة من ضمن الحكومة مسؤولة عن الموضوع هذا. هذا حاولنا نوضحه للمواطنين. المواطنين يلوموا أن كيف أن قاعدة نفس المشاكل. أو الحمد لله كان السيد بودينا من وزارة الإسكان سابقا، يعني أن حاليا ما فيش وزارة، يتكلم عن الموضوع هذا ووضح الصورة هذه للناس. المواضيع هذه كبنية تحتية يعني محتاجة خدمة كبيرة ومحتاجة جهد كبير. احنا كدورنا ان احنا نحاول نسقوا مع شركة المياه والصرف الصحي في حل الاشكاليات الموجوده في كبنيه تحتيه كبنيه تنفيذيه. الاشكاليه الكبيره في العاصمه من غير بنيه متهالكه ان عندك مناطق ضخمه جدا ليس فيها بنيه تحتيه اصلا. يعني لما نمشوا مشروع الهضبه، لما نمشوا عنزاره، لما نمشوا وادي ربيع، هذه ما فيهاش بنيه تحتيه، وهذه فيها البناء العشوائي المستشري بصوره كبيره. للاسف ان مصلحه التخطيط العمراني ما قامتش بفتح مخططات. المواطن محتاج انه هو يسكن، فاضطر انه يبني في خارج المخططات، وهذه حنعانوا منها اشكاليات كثيره في السنوات القادمه. لانك انت لما تبني من غير مخططات معناها حتحتاج ثلاث اضعاف. سنعود لنناقش هذه النقطه ايضا مع السيد بن سعود، باعتبار السؤال عن شبكات الصرف الصحي كيف تكون في مساكن خارج المخطط اصلا. ولكن فالاسال السيد فطح عن ما يتعلق بوزاره الاسكان، يعني الوزاره المعنيه بما يحدث الان وما حدث سابقا ايضا هي معطله عن العمل كما قال السيد الكريم سيد بودينا بفضل يعني الرئاسي او الرئاسي له دور في ذلك او ما الى ذلك. كيف تعلق على ما قاله؟ طبعا بالنسبه فيما يتعلق بوزاره الاسكان، يتعلق بوزاره الاسكان المرافق، ولا اعلم انا ما هي الاسباب التي لم تفعل هذه الوزارة، هذا شأن سياسي. ولكن الوزارات، ولكن سيدي الكريم أنت تعمل، اسمح لي فقط لمقاطعتك، يعني حضرتك مدير شؤون البلديات في وزارة الحكم المحلي، هل أفهم منك بأن الوزارات تعمل أصلا يعني كل فرادة، لا يوجد أي عمل مشترك بينكم، لا تجتمعون مع الرئاسي مثلا في اجتماعات دورية؟ بالتأكيد هناك، لا بالتأكيد هناك تنسيق وتشبيك بين عمل الوزارات، لأن كل وزارة لديها اختصاص، وقد يكون وزارة أخرى مكملة. ولكن نحن وزارة الحكم المحلي تتبع إلينا البلديات وتشتغل تحت إشرافنا، نحن جهة خدمية ونتعامل. طيب عندما تأتي بلدية وتشتكي من بنية تحتية متهالكة، أنتم تتوجهون بهذه المطالب لمن؟ تقف عندكم مثلا؟ لا سيدي الفاضل، قصة ما يتعلق بشبكات الصرف الصحي والبنية التحتية هذه ليست مسؤولية وزارة على حدة. أنا قلت كلمة في بداية الكلمة بتاعي، هذه خطة أو موضوع أو مشكلة استراتيجية تخص الدولة الليبية بالكامل. ما لم تتشابك فيها كل الوزارات وكل المسؤولين في الدولة من أعلى هرم السلطة إلى كل الوزارات، لا تحل هذه المشكلة لا عن طريق وزارة سكان ورفق لوحدها، ولا عن طريق وزارة الحكم المحلي، ولا الشركة العامة للمياه والصرف الصحي. هذه مشكلة استراتيجية تخص الدولة الليبية بالكامل. مثل هذه المشاريع، يعني عندما نتحدث عن شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه، هذه مشاريع استراتيجية تقوم بها الدولة بشكل عام،
ومن ثم توزع على الوزارات الفنية كل حسب اختصاصه. أما فيما يتعلق بدور البلديات في هذا المجال أو نحن نعلم أن البلديات لم ينقل إليها اختصاص، وحتى لو نقل إليها اختصاص الشركة العامة للمياه والصرف الصحي فهي معنية بالصيانات البسيطة، ولكن بما يتعلق معالجة الشبكة العامة والشبكات الرئيسية هذا اختصاص للشركة العامة أو للدولة بشكل عام. هناك عديد من الدول من خلال اطلاعنا على تجارب دول متقدمة في مجال الحكم المحلي وجدنا أن فيما يتعلق بالشبكات الرئيسية للمياه والصرف الصحي لم تسند نهائيا للبلديات، لأن مشاريع استراتيجية تحتاج لشركات عملاقة وأموال كثيرة حتى تقوم بصيانتها أو بإعداد شبكات جديدة. بالإضافة إلى لدينا مشكلة أخرى في ليبيا فيما يتعلق بشبكة المياه والصرف الصحي والمختنقات التي تحدث عند هطول الأمطار، ليس ما بداخل المناطق اللي داخل المخططات والشبكة اللي توجد بها شبكات، ولكن نحن نعلم التوسع الذي حدث وعدم وجود الدولة فتح مخططات جديدة. هناك توسع كبير صار في منطقة عين زارة وخلة الفرجان ووادي الربيع وضواحي طرابلس بشكل عام وطريق المطار، كل هذه المقسمات والتي تعود بالألاف من العائلات الليبية لم تضع إليها أي مخططات أو أي بنية تحتية ولا زال تستعمل في الأبار. طيب هذه نقطة هامة فلننتقل بها للسيد بن سعود، اسمح لي فقط بمقاطعتك وأعتذر على ذلك. سيد بن سعود، كيف تتعاملون مع المقسمات التي هي خارج التخطيط أصلا، ما نوه إليها السيد فطح، عين زارة وغيرها من المناطق، خاصة عندما تحدث أزمة كما حدثت في طرابلس؟ نتعامل مع الموضوع من لا نستطيع نترك المواطنين. عندنا سيارات كسح، عندنا مضخات، نوجه الفرق متاعنا للمختنقات هذه ونفتح في الطرق للمواطنين. سواء كان انت وانت بتتعامل مع موضوع انساني، معاش بتقول لا هذا خارج المخطط ولا هذا داخل المخطط. لا، انت الان تتعامل مع الاخوه الليبيين، ناس عالقه في منازلها، ناس مش قادره تطلع لأعمالها، مش قادرة تمشي لمدارسها طلبة. تبعت الفرق الكسح، تبعت سيارات الشفط والسيارات باش تنفذ باش تفتح المختنقات هذه. هل إمكانياتكم يعني تساعدكم على يعني اختراق هكذا شوارع وغيرها؟ وهناك أيضا في عين زارة شوارع جدا ضيقة أيضا وفي مناطق مختلفة بطرابلس. إمكانيات خليني أتكلم على إدارة تشغيل والصيانة طرابلس. إدارة تشغيل والصيانة طرابلس اول حاجه درناها لما عرفنا ان خلاص يعني وصلت امكانياتنا ل يعني نقولوا بالعاميه تعبت جدا، يعني كاسطول نقل، كسيارات كسح، كمضخات رفع، جهزنا ملف كامل بجميع احتياجاتنا وذهبنا به الى المجلس الرئاسي. يعني وقلنا لهم هذا احتياجات اداره التشغيل والصيانه طرابلس وبالاسعار اللي كنا كانت وقتها يعني فيه. كيف كان رد الرئاسي؟ القيمة الكلية كانت في حدود 40 مليون دينار باش تعاود تنهض بالاسطول نتاع الشبكة السيارات والمضخة، يعني تحاول تجهز اقل شيء ممكن في طرابلس. بعد فترة معينة تم منح إدارة التشغيل والصيانة طرابلس مبلغ بقدره 7 مليون دينار. هل 7 مليون دينار هذه كيف بتقسميها انت يعني سيدتي الفاضله على 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 طرابلس وعلى ابدي من لجنزور وصولا للقربولي؟ كيف قسمتموها؟ يعني كيف تعاملتوا مع هذا الرقم؟ انت اول حاجه اصطدمنا بها ان لما تجيب تشري حاجه من السوق المحلي معظم التجار لما تشتري مضخه وتشري اطار انت لما يوصل إدارة التشغيل والصيانة طرابلس نعجز في إطار لسيارة شفط آلية شفط، أنت أمام مشكلة كبيرة. يعني جيب تشتري من التاجر تقول له أنا محتاجة إطار للسيارة الشفط، هي تقصي في توفير السيولة. السيولة باش التاجر هذا تعطيه القيمة، عجزنا في توفير السيولة. ولكن قطاعات دولة ألا تستطيع أن تشتري بأي طرق أخرى يا سيد بن سعود؟ لا تستطيع، لما أنت بتوردي من الخارج ما تقدرش توردي من الخارج حاليا، الأسعار تفرق وما فيش حد يعطي للاعتمادات، ومضطرة أنك أنت باستعجال باش تقدمي خدمة للمواطنين بأسرع وقت ممكن أنك أنت تشتري من السوق المحلي، توفري احتياجات إدارة والصيانة. أنا نكلم فيك جدا
بتوفر احتياجات اداره التشغيل والصيانه طرابلس، كل الاحتياجات موفر فيها بالسوق المحلي. ويعني وصلنا لمرحله ان احنا باش نقدر نوفروا السيوله باش نشتروا من التجار، ما مش معقول اني بنولي نكلم فلان ونكلم فلان، انا محتاج اني نوفر قيمه معينه لخدمه المواطن. هذا لو بتكلمنا على احتياجات اداره التشغيل والصيانه طرابلس. لو تكلمنا عن المناطق اللي خارج البنيه التحتيه، هذه احنا ملزمين بها حتى اخلاق. طيب هذه نقطة يعني جدا مهمة، فلأنتقل بها لسيد بودانا. سيد الكريم، يعني هل من المنطق يعني ميزانية تصرف من الدولة وأن يذهب قطاع تابع الدولة ليشتري من تاجر داخل ليبيا يعني بأسعار كلنا نعلمها يعني، ولا توجد سيولة؟ المشكلة أعمق من ذلك، أعمق من ذلك بكثير يا سيدتي. كما أنا لا أريد أن أكرر ما ذكرته سابقا، ولكن الدول تبنى كما ذكر أحد السادة المحترمين على استراتيجيات، ثم توزع هذه الاستراتيجيات حسب الاختصاص. فدائما هنالك اختصاص أصيل لكل قطاع من قطاعات الدولة، وهو المسؤول المباشر على هذا الاختصاص وعلى تنفيذ الأعمال المناط به تنفيذها على الوجه المطلوب. التفاصيل الدقيقة في التشغيل والصيانة هذه تأتي تراكمات نتيجة عدم وجود كما ذكرت العمل الاستراتيجي أو كيف يعمل القطاع بشكل استراتيجي. هو ما ذكره السيد في شركة النهضة الصحية حقيقة، يعني أنا طبعا نحن على تواصل رغم كل العقبات اللي تواجهنا، فنحن على تواصل دائما مع السيد رئيس مؤسسة شركة النهضة الصحية المهندس المعتمد حقيقة، من الأستاذ الأطباء المحترمين اللي اختارته وزارة الإسكان والمرافق حينما كانت الشركة تتبع الوزارة، وهو لا زال يعني يؤدي مهامه إلى الآن. الشركة التي تتبع للوزارة توجهت مباشرة إلى الرئاسي سيدي الكريم، يعني نعم، الشركة التي تتبع للوزارة والتي أشرت إليها الصرف الصحي توجهت مباشرة إلى الرئاسي لطلب ميزانية، هل هذا منطقي ومقبول وهناك وزارة الإسكان والمرافق أو سمها هيئة أو ما شئت يعني؟ نعم نعم، الأكثر من ذلك هنالك بعض المختنقات في بعض المناطق. توصيل شبكة مياه مشروع برقم بسيط يتوجهون للرئاسي ويعطي الرئاسي الإذن في تنفيذ هذا العقد أو هذا العطاء إلى الجهة التي تقدمت به، إرضاء لجهة أو لمجموعة أو إلى سيد الكريم. نحتاج إلى تفاصيل عمل الوزارة صراحة بعد ما صرحت به من معلومات، يعني يبدو بأن البنية التحتية للوزارة أصلا هي متهالكة، كيف تعمل الوزارة في هذا في ظل ما سردته لنا من معلومات؟ المشكلة سيدتي الفاضلة ان راس مال الوزارة الحقيقي في المستخدمين الذين تحصلت عليهم الوزارة او الكوادر التي قامت الوزارة بتدريبها لفترات طويلة حتى قبل 2011. اليوم يا سيدتي بهذا الوضع للاسف الشديد، الوضع السيء جدا الذي يمر به هذا القطاع، هجروا او ترك كل الكفاءة هذا القطاع الهام وانتقلوا الى جهات اخرى، وهم في اغلبهم ذوي كفاءة ذوي قدرة باعتبار انهم تمرسوا على هذا العمل حينما كانت الشركات الاجنبية متواجدة في البلاد. اليوم معظم الموظفين المتميزين تركوا الوزارة إلى جهات أخرى، وأصبحت الوزارة فقط هي ممكن أصبحت هي غفارة وليست وزارة، غفارة مجموعة من الناس تغفر أو تقوم بحراسة المكاتب والأثاث، لربما يأتي العابثين وهم كثيرون في هذه الأيام فيأخذون كل ما في الوزارة وخاصة المستندات. المشكلة معقدة جدا يا سيدتي، هنالك خطابات ضمان لشركات أجنبية، هذه الخطابات الضمان تحت حوزتنا، وهناك خرائط. الآن حينما نتكلم على الطريق السريع وعلى الكثير من المختنقات،
كل المستندات وخرائط وتفاصيل هذه الطرق موجودة في الوزارة. نحن لدينا كم هائل من المستندات لا يقدر بثمن، لدينا مستندات قد تؤدي لو تقرأ إلى أيدي العابدين قد تسبب لليبيا الحرج والتعويض الكبير جدا جدا. لدينا خطابات ضمان لو تحصل عليها الأجانب، واليوم كل شيء في ليبيا يباع. يعني ليس من الصعب أن 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 يصل هذا خطاب الضمان إلى أي شركة أجنبية لكي تسوي في وضعها في مع المصرف الخارجي وتتحصل على أموال هي ليست بحقها. نحن للأسف الشديد لم نستطيع، وأصبحنا في موقف محرج صعب جدا. وصلنا مع السادة المجلس الرئاسي فرادى وجماعات، أرسلنا من الرسائل والمكاتب، يعني لو إنها وقعت على الحجر لأبكته. طيب ابقى معي سيدي الكريم، سنعود لمناقشة التفاصيل أكثر من ذلك، وأدعو باقي الضيوف إلى التفضل والبقاء معنا. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود إلى الجزء الثاني من الملف والمتعلق بالحلول. الله يأتيكم في الأوقات التالية. أهلا بكم مشاهدينا الجزء الثاني من برنامج الملف، والذي نحاول فيه مع ضيوفنا طرح حلول يمكن تخفيف أزمة البنية التحتية من خلالها مع حلول كل موسم أمطار. قبل ذلك نتابع هذا الاستطلاع الذي يرصد رأي عدد من المواطنين حول ما شهدتها العاصمة طرابلس مؤخرا من أمطار غزيرة وأزمة. نتابع. بنية تحتية مثل الصفر وأكثر من الصفر، وين تمشي المية هذه؟ لا مجاري، كلها مغلوقة، العالم ربي بحالتها المجاري يعني، وانت بتمشي هذه ولا في واحد يشبح؟ حتى في العهد الاول سامحين 42 سنه والله ما في واحد يسال حتى على الشارع هذا ايش فيش. ما فيش، شوفوا فيه ما فيش اهتمام من اي جهه، الجهات المعنيه سواء المجلس البلدي او غيره او الجهات المعنيه او البلديه او غيره، ما فيش اي اهتمام. المشكله قاعده وقايمه وبالعكس تزيد اكثر واكثر. بالنسبه للميه ضرت كل الناس وخسائر كبيره، يعني بالنسبه لي انا وصلت لقصدي فرزك كله مشي، في محلات وصلتهم في البودروم، قصدي هل بناس انضرت يعني منعانوا منها، قصدي القصه هذه من قصدي مش سنه ولا اثنين، ديما قديمه قصدي يعانوا منها، يعني كل سنه احنا اول وحدين المنضرين. ديروا حل للطرق، ديروا حل للغرف المجاري حشاكم، قصدي لمتا حالنا هو قصدي السراج اللي شادين البلاد، ميليشيات اللي وين تبوا يوصلوا، قصدي لوين تبوا توصلون، احنا الشعب فد. إذن نناقش مع ضيوفنا هذا الجزء. سيد الكراوي، المواطن يقول يعني بالليبي يديروا حل، من القادر على الحل؟ معلش، هي أول حاجة حتى في الطرح متاعكم، هل هذا كمية الأمطار هل هي طبيعية وغير طبيعية؟ نحن فسرنا في البداية بأن منسوب المياه كان عالي ومرتفع، وأشار إلى ذلك السيد بن سعود. ولكن المواطن أنت تعلم جيدا بأنه لا يراعي ذلك. تفضل. معلش لحظة، ما احنا كنا مواطنين، احنا كنا مواطنين عايشين في نفس البلد وفي كل حال. لما يكون منسوب المياه 84 ملم، وهو عادة في الشهر بالكامل شهر 9 19 ملم. فمعناها انت عندك اربع اضعاف المنسوب العادي صب في خلال 3 ساعات.
او خلال 4 ساعات. هذا شنو بيترتب عليه؟ معلش حتى الدول الثانيه حتى تصير فيها كوارث يصير حتى تحليل شنو اسباب الكوارث وعلاش احنا وصلنا هيك وشنو الاشكاليه. هذا كموضوع كارثه في حد. لكن بالنسبه للموضوع اللي هو البنيه التحتيه احنا لازم نكون واقعيين ومنطقيين في الطرح هذا. احنا عندنا مشكله شركات اجنبيه موقعه عقود بمبالغ وهذه العقود قبل 2011. العقود هذه لحل نسبة كبيرة من المشاكل قاعدين تعرضوا لها في داخل المدينة. العقود هذه لم تنفذ، لماذا؟ لأن ما عندناش إرادة سياسية وما عندناش أمن باش الشركات الأجنبية تجي تنفذ. احنا محتاجين من الناس اللي قاعد على سدة السياسة سواء برلمان أو الدولة ولا رئاسي أنهم يقعدوا يتفاهموا بحيث أن نقدروا نوجدوا حلول والدولة تستقر ووفق هذه يقدروا الأجانب يجوا يحلوا الإشكاليات الموجودة عندنا. أما احنا حتى لو بنعملوا أي حلول عبارة على مسكن فقط. يعني احنا منسوب المياه قاعد كل عام يزيد نسبة الأمطار أكثر من السنة اللي قبلها وتحدث مشاكل بالشكل هذا. هل وصلت المليارات هذه فيما سبق عبثا وان احنا نجوا نعطوا 10 مليون و 20 مليون نقدر نحل المشكله في الوقت الحالي؟ والله في فعلا مشكله اساسيه قائمه في البلاد، في طيب. مشكله اساسيه قائمه في البلاد، بنيه متهالكه زيدها مناطق ما فيهاش بنيه، يبقى احنا لما بتصرف مبالغ زي هذه محتاجه البرلمان يقعد يحط ميزانيه، وين البرلمان اللي بيحط الميزانيه؟ وين المجلس الرئاسي باش يقدر ينفذ؟ وين الحكومه اللي باش تقدر تنفذ؟ فالعمليه عمليه ان احنا قاعده تجير في وجه البلديات، في وجه شركه المياه والصرف الصحي، في وجه الجهات اللي هي في مقابل المواطن، لكن في حين ان الحل مطلوب من الاعلى. من الجهة الأعلى هي تحدد الأولويات زي ما قال أحد الإخوة بالداخل بحيث نقدر نشتغلوا ونقدر ننفذوا ونخفف على المواطن. طيب ولكن نحن أمام الوضع الراهن الآن ولدينا وزارة معنية بهذه الأزمة يا سيد الكراوي قالت بأنها لا تملك شيء. أنت استمعت إلى ما قاله السيد بودينة؟ كويس السيد بودينة شين قال؟ قال لا تملك شيء. هذه منين جاي؟ جاي لأن البرلمان ما اشتكش ولا قادر أنه يشتك في وضع حكومة ولا عنده القدره انه يقود دوله ومجلس رئاسي يعاني في مشاكل ودوله يعني احنا ما فيش ميزانيه حتى باش تصرف. فانت كيف تبي تدير الحل؟ احنا عباره على قاعدين بنجيبوا مسكنات بنجيبوا زي ما انت زي ما واحد طيب في اطار هذه المسكنات فالاذهب الى السيد فطح. سيدي الكريم، الشركات الاجنبيه لماذا لم تعد للعمل؟ هل الوضع الامني هو العائق الحقيقي ام ماذا؟ بالتاكيد الوضع الامني هو له دور كبير وفعال في عدم رجوع الشركات. نحن نعلم مثل الأحداث التي حدثت في القريب في جنوب طرابلس هذا يؤثر سلبا على عودة الشركات. حتى السفارات اللي كانت موجودة داخل طرابلس بعد هذه الأحداث كلها غادرت خارج طرابلس، هذا يؤثر سلبا. كل ما نتقدم خطوة نرجع 50 خطوة إلى الخلف. بالنسبة للحلول مفروض مثل هذه طيب سنعود للحلول، ولكن بحديثك عن السفارات، السفارة الإيطالية في ليبيا مثلا في تغريدة لها على تويتر قالت بأنها مستعدة للاستثمار في البنية التحتية في ليبيا وهي تعلم جيدا الوضع الأمني الحالي، وهذا التصريح في يوليو ليس ببعيد يعني. نعم إيطاليا لديها العديد من المصالح في ليبيا ولديها عديد من الإجراءات في ليبيا مثلها مثل فرنسا، ويريدون الاستثمار لأن ليبيا لديها موارد كبيرة وتريد أن تشغل شركاتها وكل الدول. ولكن ليس التعاقد مع إيطاليا فقط، نحن لدينا عقود قديمة مع عديد من الشركات سواء كانت شركات كورية أو هندية أو فرنسية، فنحن لا نستطيع أن نبرم عقود أخرى مع شركات أخرى لأن هذا يترتب عليه العديد من ولكنها عقود وعلى الواقع لا يوجد عمل يا سيد فطح. هناك نجد حل تلفيقي وليس نهائي في حالة عدم تفعيل العقود القديمة وعدم معالجة بشكل جذري والحل صحيح. هناك حلول بسيطة تستطيع أن كما كانت في السابق تعالج. لدينا فرق طوارئ ولدينا الشركة العامة للمياه ولدينا سيارات الشفط ومضخات الشفط مضخات الطاردة، فلابد أن نهيئ هذه الفرق عن طريق النشرات الجوية. عندما تكون هناك أمطار لابد أن تستعد كل فرق الطوارئ في المناطق. نحن نعلم أو الشركة أيضا تعلم كل المختنقات التي تحدث أثناء هطول الأمطار، لأن في الوقت الحالي مثل حل هذه المشكلة لا يأخذ 1 أو 2. حتى لو رجعت الشركات منذ غدا فلا نستطيع أن نحل هذه المشكلة الشتاء هذا أو الشتاء القادم. فلابد الآن أن نضع حل بسيط وحل ليس جذري، أن تركز الشركة في صيانة آلياتها والاستعداد بآلياتها وفرق الطوارئ الخاصة بها وتتبع النشرات. طيب فلنسأل السيد بن سعود على هذه النقطة، هل أنت سيد بن سعود مع الحلول التلفيقية؟
سؤال بكري، يعني هو قال لك اتجهت، لماذا الشركة اتجهت للرئاسة مباشرة؟ يا أستاذ الفاضل، لو الشركة ما اتجهتش للرئاسة يعني مباشرة وحاولت تجيب أي مبلغ مالي باش تصين الآليات اللي يتكلم عليها الأخ والمضخات والأدوات التشغيل هذه كلها، وعلى الأقل نلقوا باش ندفع، يعني عارفة أن عملية تهيئة غرف مياه الأمطار تحتاج إلى سيولة مباشرة. المواطن الليبي طيب، ولكن أنت تحدثت بأنه لا توجد سيولة مباشرة أصلا، وهناك تلاتبية إدارية يا سيدي الكريم، وهناك وزارات معنية، وهذه يعني هناك مؤسسات في الدولة. باهي، لو لما الوزارات والتراتبية ما تدير لك شيء، ما تقدم لكش خدمة، أنت إيش الحل اللي بتديريه؟ هل تتوقع من الشركة السلبية؟ هل نقعدوا سلبيين ونقولوا لا إحنا ما داروا لنا شيء، ما قدموا لنا شيء، ونخلوا المواطن في وضع سيء؟ طيب المواطن، يعني المواطن في التقرير تابعنا التقرير، المواطن يشتكي. السيد الكريوي قال بأن منسوب المياه هو أعلى من إمكانيات الشركة أصلا. باهي، هل المواطن بعد سقوط الكميات المهولة هذه المطر، هل استمرت المختنقات لمدة طويلة؟ هل قعدت المختنقات يومين أو ثلاثة؟ لا، لولا الأعمال اللي تقوم بها الشركة لكانت الوضع أسوأ من هيك بهلبة. خلينا نعطوا، يعني ماني مش بنقول إن يعني موظف في الشركة، لا، لا، الشركة قامت باللي عليها على أقل شيء. على الأقل في ظل الظروف السيئة، وبالفعل وكلامك سليم في هذه النقطة. بالفعل، ودعني أنتقل إلى أفهم وجهة نظرك وأقدرها أيضا، ونشد على أيديكم لأنكم تعملون فعلا في ظروف جدا سيئة يا سيد بن سعود. سيد أبو دينا، يعني واقع الحال الآن، ما هي الحلول المقترحة؟ السيد فطح يقول بأنه يجب أن تكون هناك استراتيجية للدولة، السيد الكريوي يتحدث عن تعاون بين الجهات المختلفة وتوفير الإمكانيات والميزانية وإصلاح سياسي، السيد بن سعود يرى بأن الحلول التلفيقية يعني هي الأساس وهي التي يحتاجها المواطن. يا سيدتي، لا توجد مصطلح حلول تلفيقية، بل هي حلول مؤقتة تتحول حسب خطة تعد إلى حلول دائمة، أو لربما إنجاز تسمية الحلول الجزئية التي يمكن أن تكتمل حسب خطة وتتحول إلى حلول أو إلى حل نهائي. العالم يا سيدي الليبي ليست، وكل العالم مر بهذه المراحل. ما يحدث اليوم هو يحتاج فقط إلى العمل، لكن العمل أيضا يحتاج إلى من يقود هذا العمل. لا أريد أن أكرر نفس الكلمات، لكن الحلول دائما تأتي بخطة معتمدة. نعم، هنالك مشاكل كبيرة في الدعم المادي، ويتكلم الأخوة، وأنا عادة ما أستمع إلى هذا الحديث، أننا نحتاج إلى شركات متطورة جدا. نحن لم نتكلم على غزو القضاء، ولم نتكلم على الطاقة الذرية، نحن نتحدث على، يعني نعم نحتاج إلى بنية تحتية بمعايير عالمية، لكن إن لم نجد هذه المعايير يمكن. هل قمتم بدراسة ما أو إعداد ميزانية أو إعداد مقترحات ما وقمتم بإرسالها للرئاسي والرئاسي رفض الخوض والجدال فيها مثلا؟ يا سيدتي الرئاسي، نحن بعثنا من الرسائل إلى كل أعضاء المجلس الرئاسي وبالذات للسيد رئيس المجلس الرئاسي لأكثر من مرة أن 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 لا يمكن أن يتمس هذا الوضع، وعليكم فقط بوضع الإطار القانوني، لأن نحن كل الإجراءات يجب أن يربما مواجهة القانون. نحن رفعت علينا دعوات قضائية بسبب الوضع الذي نحن فيه اليوم. كما ذكر أحد أستاذ الأفاضل المحترمين بشكل مفصل، صحيح حينما سألتيه عن ماذا يمكن يقدم خارج المخططات. نعم، لا يمكن نترك الشعب الليبي وهو محتاج. نحن لا نقوم بأعمالنا، وبعض الأعمال التي نعقد التسكير اليومي، ورغم أننا نحن لسنا في وضع قانوني، لأن لا يمكن أن نقف في وضع المتفرج. بعثنا كثير من الرسائل، فقط حتى رد على رسائلنا لم يأتي، وكان هذه الرسائل تسقط في بئر عميق ليس له قرار.
طيب الشركات الأجنبية التي أشرنا إليها وتحدث عنها السيد فطح، يعني العقود المبرمة معهم أين هي؟ أين يعني الشركة لا تريد أن تعود؟ هل هناك ديون؟ هل هناك استثمارات مع شركات أخرى؟ ما هي حقيقة هذا الموضوع يا سيد الكريم؟ هذا كله حقيقة، كل ما ذكره السادة فعلا، هناك كثير من الشركات لدينا معها مشاكل مستعصية، لكن أنا أريد الوضع القانوني كي أتخاطب مع هذه الشركات، يعني رفضت الشركة العودة نظرا للوضع الأمني، وهناك كما ذكرت الحلول المؤقتة الحلول الجزئية، نحن لدينا الشركات المحلية، المعركة في ليبيا معركة البناية تحتاج إلى تغيير العقيدة، عقيدة المعركة فقط. لدينا الشركات الأشغال العامة، شركة الأشغال العامة طرابل قامت بأعمال لا تقل على أي شركة عالمية أخرى قامت بها، يعني نحن كما ذكرت لما نتحدث على تقنية عالية جدا لا يمكن أن تقوم بها هي، وبالفعل هي جهود عالية في ظل ظروف جدا سيئة. اسمح لي بمقاطعتك لأنتقل بسرعة بين الضيوف لاستثمار الوقت. يعني سيد الكراوي، هنا أريد أن أسأل، البلديات تتحدث دائما عن أن البلديات لا تملك أي صلاحيات في هذا المجال، إن أعطيت صلاحيات هل بإمكانها أن تعمل؟ معلش بنرجع نقطة متاع تغريدة متاع السفارة الإيطالية. احنا في طرابلس مركز عندنا عقد مع مع احدى الشركات الإيطالية، وما دام هم عندهم حسن النية فهو العقد هذا موجود لتفعيل البنية التحتية متاع طرابلس المركز بالكامل. نتمنوا انهم يسمعوا الكلام تاعنا ويكون كلامهم زي ما في التغريدة ويجوا يتناول العقد بتاعهم داخل طرابلس المركز، وهذا موجود من خلال جهاز الاسكان المرافق. هذا كعقد بالنسبة لي، سمعت حضرتك لما تقول على تغريدة السفارة الإيطالية. بالنسبة للبلديات، في جزء من الأعمال تقدر تقوم به، يعني بالتنسيق نقل اختصاص، جزء من الاختصاص اللي هو فيما يخص النظافة وفيما يخص جزء من التشغيل هتقدر البلديات تقوم به. لكن الوضع اللي احنا نتكلم فيه بصفة عامة، عندك ارتفاع في كمية الأمطار وعندك مشكلة بنية تحتية متهالكة، هذه محتاجة للمشاريع. يعني تو الأستاذ بودينا يتكلم على شكل أشغال عامة، يعني احنا باش نكونوا واقعيين ونكونوا منطقيين، اشغال عامه عندها مشروع العراده، طريق العراده بالكامل هي الشركه الهنديه، والمشروع هذا متوقف طوليه كم سنه نتيجه ان عدم قدره الشركه، عدم تسديد المصاريف ليها، ففيه يعني مشاكل كبيره لما تتكلم على بنيه تحتيه متكامله. احنا لما نتكلم عن بنيه تحتيه متكامله ما نتكلموش على طريق نتاع كيلومتر او زوز كيلومتر، لا، هذه فالحلول لازم تكون واضحه، والحلول تكون واضحه للمواطن ان هذه بنية متهالكة تحتاج تغيير. لأن احنا لما نعطوا أمل المواطن وهو غير واقعي يبقى مجرد ان احنا بنوصلوا صورة غير حقيقية. لا، احنا نعاني من مشاكل كثيرة، مشاكل سياسية ما خليش عندنا وزارة اسكان مرافق. طيب لأنتقل سأعود إليك يا سيد الكراوي حتى استثمر الوقت. يعني سيد فطح، وزارة الحكم المحلي هل لديها أي لعلها دراسة أو ماذا حول البنية التحتية في ليبيا وفق الأوضاع الراهنة؟ الحقيقة البنية التحتية في ليبيا زي ما تفضلت في البداية وتفضل الزملاء أن هذا موضوع استراتيجي صرف. حتى لو نقل الاختصاصات للبلديات، البلديات ليس معنية أن هي تقوم بعمل شبكات على مستوى الدولة سواء كانت صرف. نعم، هذا بطبيعة الحال لأنها لا تستطيع ذلك. بسيطة بالضبط. الحل المطروح الآن والمتاح الآن وفق الظروف والمشاكل الموجودة في الدولة وشح الموارد المالية والانقسام السياسي وتعدد الحكومات، الحل المنطقي والذي يحصل أن الشركة وتضافر الجهود مع البلديات أن تقوم بفرق واستعداد لفصل الشتاء، أن تقوم بفرق الطوارئ وأن تستعد بألياتها وأن تقوم بهذا. لأن حتى لو بدأنا اليوم في أعداد لشبكة الصرف الصحي، هذا مشروع يحتاج إلى سنوات، لا يتم في ليلة وضحاها أو ليلة ونهار. فلا بد من الاستعداد في فصل الشتاء. نحن نعلم أن فصل الشتاء 3 و4 أشهر لا تهطل فيه الأمطار يوميا. فمن المفترض أن تشكل فرق الطوارئ عن طريق الشركة وأن تقوم بصيانة كل الأليات بالتعاون مع البلديات وأن تتبع النشرة الجوية وكل ما تحدث الأمطار. هذا هو الحل الآن. طيب، المتاح دائما الأحوال الجوية يمكن التنبؤ بها بسهولة، يترد أكثر من اللازم. طيب سيد بن سعود، أنت الأكثر تعاملا مع هذه
هذه الأزمة، هذه الشركة هي التي تتحرك من أولى الجهات التي تتحرك في الأزمات، يعني الحلول التي تراها وفق عملك ووفق خبرتك المناسبة وفق الأوضاع الراهنة بطبيعة الحال؟ أول حاجة دي بنعرضك في يعني بكلمة أن حلول تلفيقية. طيب احنا لما أنت في عدم وجود البديل سيدتي الفاضلة، أنت لما تتعاملي مع مضخات وفي عدم وجود البديل اللي بيجيك من الخارج يعني، ولما الفني اللي بيشتغل عندك يستخرج المضخة هذه ويصينها بسبيل أن تقدم خدمة للمواطن، هل نطلق على هذا حل تلفيقي أو نسميه نوع من أن نسميه إنجاز، أنه هو قدر يصين لي شيء متهالك باش نقدر نقدمه به خدمة للمواطن بعدم وجود البديل. طيب في حاجه ثانيه، انت سالتي سؤال تو قلتي ايش اللي نقدر نقدمه، اول حاجه كبنيه تحتيه هذه اتفقنا جميعا ان هي يعني عطاءات للشركات عالميه باش تعاودي تجددي البنيه التحتيه لمدينه طرابلس وتنشئي بنيه تحتيه للجهات ما فيهاش. لكن هل تو احنا نقعد وخلاص نقول له نحطوا يد على الكف ونقول له خلاص الشركه باللي موجود بالامكانيات، كان فيك لخ يقول لك تعاون مع البلديات، احنا كل العمداء البلديات بالكامل عندهم اتصال بنا في الشركه ويبلغوا فينا اول باول بمشاكلهم بالمناطق التبي الصيانه، والفرق بتاعنا موجوده معهم هم يعرفون هذا. طيب فكرتك حول الموضوع واضحة، وأشرت لك فعلا بأنكم تعملون ضمن يعني للأسف إمكانيات جدا ضعيفة، ونحترم ذلك احتراما كبيرا سيد بن سعود. طيب أعود إلى سيد بودينا، سيد بودينا يعني أمام هذا الوضع الراهن أنتم كجهة معنية، ما الحلول المقترحة؟ أنا أعتقد أن الحلول بقاء الوضع على ما هو عليه، هذا لن يزيد الأمر إلا سوءا يعني. معدل سقوط الأمطار يعني متوقع في الارتفاع، لكن المشكلة الأكبر أن أيضا معدل التهالك أيضا فيه ازدياد. أنا أعتقد أن الكثير من البرك المستنقعات التي طفأت على السطح بهذه الأزمة لم تكن موجودة في العام السابق، أصبحت في تزايد كبير. إذن حتى الشركات للأسف أنا مضطرة إلى إنهاء هذه المداخلة معك لضيق الوقت وأعتذر على ذلك للأسف. أشكرك السيد محمد بودينا مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بوزارة الإسكان والمرافق، حدثنا من طرابلس عبر الهاتف. أشكر أيضا من طرابلس مدير شؤون البلديات في وزارة الحكم المحلي السيد صلاح فطح. أشكر عبر سكايب من طرابلس أيضا رئيس قسم الصرف الصحي بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي سليم بن سعود، وأشكر عبر الأقمار الاصطناعية عضو المجلس البلدي طرابلس المركز سيد ناصر الكراوي. وأشكركم مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة، إلى اللقاء.